الله يحضر العقل أجي وتسمعوا يكون ما عمركم ما سمعتوا هذا النهار تسمعوا شي حاجة. أنا ملي كنت ولد 10 سنين بالتقريب واحد النهار الجمعة ماما بحال كل مرة كانت بكري باش تعزن العزين للشفت وتعبي الخبز الفران وكلهم الناس كانوا يطبخوا ويعبيوا الفران ما كانوش يعملوا الخبز في الدار كانوا يكريوا بالسيمانة عند مول الفران بس يعبوا الخبز والسخينة في ليلة السبت كل نهار بنهار وكانوا يعبوا يطبخوا الخبز في الفران على برا. من وراء هاد التسبيقة اللي سبقت لكم رجعوا لذاك النهار الجمعة اللي قلت لكم بعدها ماما قامت بكري وزبت القمح وعملت القمح والماء والخميرة في القسعة وبدأت تعزن من دور ما كملت طلقته كيف يحداز وعملت منه شحال الخبزات وعملت نقورة لختي الصغيرة وخطات ذاك الخبز في الطبق بس يخمل دغيا ومن دور ما يخمل تعبيه الفران. من هنا لهنا بدأت صوب الدار وانا قمت وجلست على وسادة وتنقرا في المصحف من ورا ما ساليت وقمت رفدت مع الوسادة حنس وتلوالي على يدي وانا تلقت بالغوات والصياح ماما الله يرحمه أمين قالت لي أزرك ابني وأنا كلي صفر في حل خرقوم وبالخوفة قلت لها حنس كان ملوي على يديا ولا هرب لتما. بقات طوف من مطاع المطاع طفت داك الدار كلها وما صابت والو. في الاخر مشات لعند واحد الزار مسلم اللي كان زارنا وزبته وتوا زاب بدا يطوف طاف 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 كل ركنا وركنا ما صاب والو. قال لهم يقدر يكون خرج على برا. الحق لوصل باس تعبي الخبز الفران عملت هذاك تبقى على راسها وعبات الخبز الفران. من نور ما وصلت للفران مول الفران مسلم غير هو رفد المنديل اللي كان مخطي به الخبز وذاك الحنس تزباد وهرب وذاك مول الفران قال الماما هيا منا زبتي لي الخير زبتي لي الخير الفران ديالي والرزق ليا. قال احنا ما كنخافوش من الحنوس هو يكون زاري هنا في الفران لو كون ما انا كنت سهد على هاد المعاودة
وانا براسي زرالي يقدر يكون ما كنت نامن بهاد المعاوده. طب من ورا ما رزعت الدار زو الجيرانات ديالها تيسقسوها ازرا من ورا ما عاودت لهم قالوا لا جيب ديك البنت الصغيره ديالك بروريا نشوفوها. جابت لهم بروريا وشافوا في الشوارب ديالها زرقين. قالوا لا ما عرفتيش هديه الحزه. الحنس في الصيف ملي كيكون عطشان كيزير رضع من البزولان للمراه وكيعطي الدنبه ديالو للبنت اللي هي كترضع. وهاد الحزه هي معروفه ومصنوعه وما عندك ما تخاف لا انتنا ولا بنتك. يا سيدنا انتم اللي كتسمعوا هاد الحكايه هاد المعاوده هادي اللي كنعاود لكم عمركم سمعتوا فحالها؟ انا من ورا ما كبرت قالوا لي الناس اخرين باش سمعوا فحال هاد الحازه سمعوا باش زرا بحال هاد السي. من ورا ما كبرت بزاف اكثر ما سمعت اكثر بحال هاد السي لا حنوس ولا رضاع ما هو خشم.